فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم على شريعة التوحيد والحنيفية السمحة دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. نعم، العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام على ملة التوحيد، إلى أن جاء هذا الظالم فغير دينهم ونشر الوثنية وحرم ما أحل الله عز وجل، فأطاعوه وانقادوا له لأنه ملكهم وكانوا معجبين به. فهذا يوجب على ولاة الأمور هداهم الله أن يتبصروا بهذا الأمر، وأن يحموا رعاياهم ويحموا بلادهم من أن يدخلوها شيئا من أعمال الكفار التي نهينا، هو كل أعمال الكفار لا، التي نهينا عنها والتي ليس لنا منها مصلحة وعندنا ما يغنينا عنها.